وحول هذه الإحصائيات يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد القاسمي، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. ما هي أبرز التسهيلات المقدمة للاستثمارات الصناعية في المملكة بالنسبة للمستثمر المحلي والخارجي كذلك؟ يا مرحبا، بداية أشكركم على هذه الاستضافة وأحييكم المشاهدين الكرام. فيما يخص أخي الكريم سؤالك عن أبرز التسهيلات المقدمة للاستثمارات الصناعية في البحرين بالنسبة للمستثمر المحلي والخارجي، نود التأكيد على أن مملكة البحرين متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة توفر العديد من الحوافز والتسهيلات لدعم الاستثمارات، وينبثق عملنا من رؤية البحرين الاقتصادية لجعل البحرين الوجهة المفضلة للاستثمار وزيادة التنافسية والفرص، واللي بالتأكيد يعني راح تصب لمصلحة شعبنا عن طريق توفير منتجات وطنية متنوعة ونقل الخبرات التكنولوجية وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين. أما فيما يخص المميزات التي توصلها مملكة البحرين فهي ملكية استثمارات أجنبية بنسبة 100% للقطاع الصناعي، وهذا محفز كبير طبعاً، وإعفاءات جمركية على مدخلات الصناعة اللي تشتمل على المواد الخام، كذلك الأجهزة والقطع الغيار للمعدات، وأيضاً فئات إيجار تنافسية لاستئجار القسائم الصناعية في وزارة الصناعة، بالإضافة إلى دخول مملكة البحرين في اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول كدول الإفتا، وهي منظمة تجارة حرة إقليمية تتألف من 4 دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة. طبعاً ما ننسى برامج الدعم الموفرة من الجهات الأخرى وهم شركاؤنا في التطوير مثل مجلس التنمية الاقتصادية وصادرات البحرين وتمكين، وذلك لدعم استدامة المصانع وتطوير أعمالها وزيادة الصادرات. نعم أيضا سيدي الكريم، ما هي القطاعات المستهدفة وكذلك ما هي الفرص الاستثمارية التي تقدمها مملكة البحرين؟ نعم، أود التنويه أن في أواخر عام 2021 ومن ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين تم الإعلان عن استراتيجية قطاع الصناعة في مملكة البحرين واللي تمتد من عام 22 حتى عام 26. الاستراتيجية تهدف إلى عدة محاور، وهي تعزيز الصناعات الوطنية والاستثمار في البنية التحتية، وأيضا يعني تحسين تجربة المستثمر الصناعي، بالإضافة إلى السعي في توفير فرص عمل نوعية واعدة في هذا القطاع. والجدير بالذكر أن في عام 2023 بلغت نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الصناعي أكثر من 29%. وهناك أخي الكريم حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة والهادفة إلى تطوير مسارات القطاع في القطاعات الصناعية الواعدة في مملكة البحرين تأتي تحقيقا لأهداف الاستراتيجية، حيث تم تدشين عدة مبادرات في 2023 من ضمنها مبادرة المصانع الذكية والتي تهدف إلى أتمتة المصانع وتقييمها. نعم. وكذلك مبادرة القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل، وأيضا وسم المصنع الأخضر، وذلك تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية. وأود أنوه أن الاستراتيجية الصناعية 22-26 تهدف على استهداف قطاعات يعني واعدة، نذكر من أهمها الألمنيوم التحويلية، البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، وكذلك الصناعات الدوائية، وكذلك صناعات الطاقة المتجددة، وأخيرا وليس آخرا صناعة أشباه الموصلات اللي يطلق عليه سيمي كوندكتر. نعم، أتمنى لكم بالتوفيق دائما السيد خالد القاسمي، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.